الشخصية سونيا جبيلي، يكون عددنا عديد المزايا بالنسبة لتربية الحيوانات الأليفة واختلاف التجارب، ونحب نعيش معاكم إغرامكم بالحيوانات الأليفة. نقول لكم 70 35 120 77 288 289. إما تقولي حاضرة معنا مدام سونيا، نقول لك مرحبا يا مدام سونيا. ألو. مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا عسلامة مريومة. مرحبا بك يا مدام سونيا، شنو حوالك؟ يعيشك يعطيكم الصحة، محلاها البرنامج هذايا. نرحبوا بالدكتورة معاكم مدام سونيا زادة. مرحبا. اسمع الاسم. هي. حبيت تدخل في الموضوع هذايا. اي عجبني الموضوع برشا وفكرني، حبيت نحكي على حكاية صارت لي مع معناتها حيوان عزيز برشا عليا وما نسيتهاش بالكل، ونحب نحكيها لكم تسمعوني. ايوه اكيد بكل راحة وتصرف. مرحبا. يعيشك مدام سونيا. اللي عندي قطوسه كان جابها زوجي من القاعه معناتها في الشارع، تخاف عليها هي معناتها صغيره مثل بيبي مثل كي بدات تمشي هكا شويه. حاشين القاعه قدام الجامع قعدت تبع فيه وكل، جابها للدار فرحت بها نظفت لها غسلت لها كل شيء وولدت معانا تعيش في الدار. كبرت هاك القطوسه هذيك لين كبرت وليت فرد من العائله كما نقول لك. تفهمني بغزره برك نغزرها تفهمني سميناوشها هي. نوكلها نشربها ندلتها على الاخر على الاخر على الاخر تفهمني. كي تحب تخرج تتمعوش لي، كي تحب تدخل من الشارع كيف كيف تجي تقف برا في الشارع وتكلمني من البركون هبط لها. معناتها كي نخرج نقفي تبعني، حتى كي يبدا مثل ساعات بنتي تتفادلك معايا تحسب روحها هكا مش تعمل لي هكا بيدها بالعين يقولها تروح نجربوها، تنقز عليها ما تحبش فهمت، وتعلقت بيك القطوسه هذيك بطريقه كبيره. جابت لي تغيرات كيف كيف زاد كبرتهم وتلهيت بيهم لين كبروا وما عرفتهم الا وحومش بالكل، عمري ما نروح لقطاطف ديما نكبرهم ونعطيهم لشكون يكون اهل اللي يربيهم، نعطيهم لعائلات كل واحد من الفرق اللي نعطيه قطوسه. وقعت عندي منوش هذيك من نهار في نهارات عملوا في مش عملوا عملوا في رمضان. ولدي متعلق بالكلاب، يحب برشا الكلاب، جاب لي كلب خذا كلب وانا ما نحبش الكلب الحقيقه في الدار نخاف، قلت له مادام عندي قطوسه راني قطوسه الكلب ما يتفهموش. هو الكلب هذايا من الكلاب المختره بيت كما تعرف. جابوا لي الكلب هذاك قال لي ماما مش نمشي نطلعوا بحر معناتها راح ذاك الفوق بحر النوشة نمشي نحطوا وحده في بيت السطح. حطوا قلت له راني انا من راني انا ما نطمنش، قعدت مرعوبه الحقيقه ماك الكلب هذاك وكل الكلب هكا يغزر لي من بعيد كيفاش كي نخرج الدرفون يكحر لي نحطه وانا نرعش الحقيقه. خاطر رفضته من الاول. رفضته ما نحبش الكلاب الحقيقه. لقطعت اما الكلاب لا. لين نهار نهارتها برد الدنيا بارده وكل شيء احنا راقدين وولدي ايش يعمل؟ يهبط الكلب في بالو معناتها حاب يعمل خير، هبط الكلب حطه لي في الفيراندا. ايوه. وانا مش فايقه، حطه في الفيراندا وسكر الباب وخليه معناتها مش ولا ربط ولا حتى شيء، حطه خليه يرقد على البنك، خليه يرقد على البنك في بالو معناتها مش يقوم من الفجر الصبح بكري يمشي يخرجوا يعمل به دوره ويهزوا ولا ما فهمت، خاطر قلت له ما نحبوش يقعد لي في الدار. تقوم مينوش هذايا بطبيعتها كي العادة كما اليوم الصباح الستة نتاع الصباح نقوم معاها نحل لها الباب ومش نخرجها حتى تخرج في البلد. هاي حاسي القطوسة هذيك انا كل اللي ندرك كيفاش قلبي ما نعرفش من الاول مش مرتاح هيك تجري هي تسبق فيها للدروج معناتها فهمت، وانا نقول لها مينوش استنى مش تحل لك الباب، قعدت هي ورايا فهمت، انا نقصت باش نحل الباب انا نعمل لك الباب ويجي الكلب في وجهي. البي لا هذا البيتبول يجي يجي لك الكلب هذاك مش يدز الباب مش ينقز عليا باش يشدني مش معناتها خاطر ما مش انا مربيته كل شيء. نطيح انا في الدروج في القاعه نطيح في الدروج ونطيح ونعمل هكا الباب بساقيه ندز بساقيه والكلب الكلب يدز حشاك براسه يدخل عليا الباب ومشي هو حل فمه هكا صحي مش نموت معناتها اخر الوقت الحق منعت من الموت. انا عملت هكا معناتها ما نجمتش تكونسيت نعيط صغار الفوق مش اسمه فيا فوق نعيط لولدي باش يجيني ما سمعنيش راقد والقطوسه تعملك تنقز عليه تنقز على الكلب في بلاستي معناتها خلتني انا نقز على الكلب شدها هو شدها الكلب شدها نقز عليها والحقيقه ما سيبها قتلها ماتت. قعدت القطوسه هذيك في ما نعرفش كيفاش معناتها غافتني على الاخر هي بدات روحها اثر معناتها ضحات
نتفهموا. اي بيان سور نتفهموا معناها الوضعيه هي نتاع مدام سونيا اللي معناها عاشت اولا لحظه الرعب اللي عاشتها مع معناها ديجا لا شوف تعلق من الاول كيفاش افكتيفمون دونك قداش سنوات وهي تراعي في الحيوان هذايا معناها قالت معناها كي صغير من صغارها معناها وحتى كي ولد جوجات صغيرات افكتيفمون لا محلاها وهي تحكي معناها قالت جابت لي صغيرات اتسيتيرا دونك يشوف معناها قوه العلاقه والرابط اللي تبنى ما بين الحيوان مينوشا ومدام سونيا دونك وبعد الحادثه اللي صارت افكتيفمون هي من الاولها دونك رافضه الكلب هذيا دونك ووفاء الحيوان وين يمشي وين يوصل معناها هي فديت الحيوان بروحها قدام مولاتها دونك مدام سونيا باش نجم منعتها افكتيفمون من الخطر اللي كانت خطر ديهم كانت لا قدر الله كيف ما قالت هي كنت نجم حتى افارق الحياه من جراء الكلب هذيا دونك اكيد التاثير باش يكون تاثير دونك باش يقعد طول حياتها والايماج هذيك ما بين عينيها سورتو الحادثه ما تنجمش راهي تنساها فاسينمون على خاطر راهو وقتاش ما ننساوش حادثه نحن وقتاش تاثر فينا حادثه معينه وقت اللي تكون فيها الرابط العاطفي قوي برشا دونك لا يزي هي ديجا قداش تحب القطوسه وزيد الطريقه اللي توفت بها القطوسه هي مش مجرد باغ اكزومبل عمر ماتت ولا مثلا ضربتها كرهبة برا ولا عبد اصطاد ولا تفكت ولا تهزت اتسيتيرا لي اون فان كونت هي معناها فقدان بطولي في حد ذاته السنه هذيك ما تنجمش تنساها دونك هذا هو من الحاجات اللي نجموا نحكيو فيها سماع على الحيوان كيف ما ينجم يكون عنده رابط قوي برشا ايجابي زاد كيف ما ينجم يكون رابط زاد سلبي اللي اثر من بعد على نفسيه الانسان وهذا هو اللي نحن ما نحبوش نخلطوا له نحبوا ديما تكون على الاقل علاقتنا بالحيوانات تكون في احسن الاحوال نتاعها خاطر نحن نعولوا على الحيوان من الجانب العلاجي هو اون فان كونت باش يحسن من صحتنا النفسيه ماهوش مجعول جوستمون باش ياثر سلبيا على صحتنا النفسيه فوالا هي العلاقه ديما عندها اسرار الحقيقه سونيا بين الحيوان والانسان التعلق راهو ما يجيش من فراغ شو ديجا فما قطاطس معينين دونك الحبوبين عرفت تلقى قطوسه لبرا في الشات تبع فيك وين تمشي معناها وفما قطوس اللي تقرب له يهرب ديجا معناها حتى في الحيوانات يفرقوا افكتيفمون فما كلاب في سما هكا نروفوا عليهم فما نوعيه اخرى لا فما العباد الميولات نتاعهم شيء اكثر للكلاب اللي هما معناها اكثر بطوليين معناها معروفين على الحراسه وعلى اتسيتيرا وفما لي شيان دو ميزون لي شيان دو بوش لي شيان كانيش اتسيتيرا فما معناها دي غاس معينين نتاع كليب اللي هما مجعولين جوستمون للمرافقه وفما للحراسه والحمايه دونك ديجا واحد المهمه نتاعو افكتيفمون دوره في الحياه افكتيفمون دونك الحيوانات بال 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 باللي غاس نتاعهم يختلفوا حتى الوظائف نتاعهم لشنو مجعولين دونك لهنا نحن وميولات الانسان كي يجي باش يختار حيوان دونك سولون هو ميولاته ونظرته للحيوان كيفاش باش يستغلوا فما ياخذوا جوست للحراسه فما جوست ياخذوا للحمايه فما اللي ياخذوا للونس وهذا هو اللي يخلق فيه الرابط اللي يخليه معناها التعلق هنا يصل يقول لك اللي الحيوان ينجم يعكس شخصية الأصحاب نتاعو مثلا الناس اللي تميح أكثر للكلاب تكون الشخصية نتاعهم منفتحة فما شكون اللي ربيو الأفاعي والعناكب يقول لك ينجم يحيي لغموض الشخصية نتاع الناس هذوك هنا قداش مهم نوعية الحيوان اللي باش تقتنيه ومعناها وترابطه بالشخصية نتاع الإنسان بيان سور هو 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 اون فان كونت هو من خصوصية الشخصية نتاعك كونك أنت تكون عندك ميولات إلى أنواع معينة من الحيوانات معناها السؤال يطرح نفسه علاش عباد تحب معناها قطوس ما تحبش كلب علاش تحب كلب ما تحبش حصان علاش تحب حصان ما تحبش أفعى علاش إفكتيفمون دونك كل واحد هو الكيوريوزيتي الاكتشاف اللي يحب يكتشفه في الحيوان هذاك فاش باش يعاونوا علاش الاحتياج شو السؤال علاش أنا نحتاج الحيوان هذاك بالذات ديجا لازم نطرح على روحي السؤال فيه برشا فرضيات اللي هي تحيلك على برشا احتياجات عند الإنسان فوالا إذا كان صغير كطلب خلينا نختموا بها النقطة ذي خاطر مالوغوزمون داهمنا الوقت صغيرك هو اللي طلب الحيوان المعين لأن وقتها نجم نقولوا صغير عنده احتياج في حاجة معينة وإلا معناها بطريقة عفوية نجم هو الزوز احتمالات الزوز نجم هو سمع بصاحبه خذا حيوان دوك وحبي عنده وينجم يكون زاد كاريمون غير ما هو غرام وينجم يكون احتياج عاطفي فوالا هذه نجم يختار كلب على خاطره خايف دوك مش في باله الكلب ينجم يحميه سولون قلنا احنا معناها لي ديساني مي نكونوا تفرجوا عليهم واثرت فيهم من خلال هالحيوانات هذوما شنو فما حتى شكون سامحني كان قصيت عليك بدات خلينا شي دقيقه برك دوك فما حتى مره معناها فما وليه جاتني على خاطر صغيره عنده مشكله في النطق والكلام دوك اختارت باش تشري لولدها بابا غايو
كاريمون. دونك باش اون فان كونت يعاون صغيرها في النطق ايفيكتيفمون، وعاون الببغاي والصغير على النطق. قداش مهم جدا الحيوان، راهو احنا نجموا معناها حتى كاولياء نستهينوا ممكن سونيا بالحاجات هذوما ونرفضوا رفض تام حتى وصغيرنا يبدا مصر على كونه يقتني حيوان. شنو النصائح اللي نجموا نعطيوها لمثل هالاولياء اللي يرفضوا حتى رغم اللي صغيرهم ممكن معناها الادهى من هذيك اللي ما يوصلوش يقنعوا صغيرهم، ما يوصلوش معناها يعطيوها حجج مقنعه باش الصغير يقتنع. شوف فما دي بارون راهو ساعات ملزمين باش يرفضوا، علاش؟ تلقى ساعات الاسباس اللي يعيش فيه ما يسمحلوش، المساحه اللي يعيش فيها ما تسمحلوش باش يربي حيوان، والا ساعات هو في حد ذاته باغ اكزومبل عنده حساسيه معينه من المشعر مثل نتاع القطوسه ولا نتاع الكلب ايتترا، ينجم يكون هو ديجا عنده فوبي من الحيوانات. سمعنا قبيله ديجا المداخله نتاع مدام سيد تلقى يخاف كاريمون من الحيوانات. وفما اللي يقول لك انا ما عنديش وقت، انا انسان معناها نهار كامل مانيش موجودين في الدار، دوك علاش نجيب حيوان ونعذبه؟ باغ اكزومبل نجم ننساه باش نواكلو باش نشربو باش نهز ننظفو اتسيتيرا. دونك لهنا ايفيكتيفمون ساعات الولي حتى كي وقت اللي يرفض معناها حيوان تبدا عنده المبررات نتاعو، اما ذاك المبررات نتاعك انت باغ كونت خلي ولدك يشاركك في المبررات هذوك. تقول له مش توا، وقت اخر، زيدو نكبروا شويه، بتتخيل بدلوا من البلاصه اتسيتيرا، وابدلوا بحاجات صغيره. معناها نجمو باغ اكزومبل قلت لك مثلا حتى عصفور، دونك هكا على الاقل موجود الجانب هذاك معناها البريزونس تاع الحيوان في الحياه ايفيكتيفمون. ومن بعد بتدخل كي يكبر الصغير هذاك بشويه بشويه على قد ما تتطور المهارات نتاعو، يتطور معناها طريقته ورؤيته جوستمون للحيوان، تدخل وقتها يجي نهار ينجم يقتني حيوان كيف ما هو يحب، ووقتها يقول مسؤول عليه. فوالا، يعطيك الصحه يا جميل الاخصائيه والمعالجه النفسيه على التدخل في موضوعنا لليوم اللي يهم برشا من الناس. ميرسي بوكو امنه بوخيت في الاخراج التقني الحاسم محمد سيف الدين.